تسلمه نادية؟ عايزاني أعمل يا زينب؟ أنا مش عايزاك تعمل حاجة، أنا بس عايز أعرف أنت بتفكر في إيه دلوقتي؟ مفيش غير حل من التنين، لما أدفنها بيدي أو أسلمها لهم. زينب. نعم. أنت زعلانة ومتضايقة علشانها، مش كده؟ طب وهي اللي عملته ده إيه؟ أنا زعلانة ومتضايقة علشانها جدا، وعارفة إن أنا مش هينفع أقول لك سامح، بس يا مروان لازم تبقى عارف إن الجرح اللي في قلبك علشان خاطر أبوك هو نفسه الجرح اللي في قلبها عشان خاطر أبوها. المفروض إن إحنا الكبار كانوا يعلمونا إزاي نحب بعض، إزاي نعيش مع بعض مرتاحين وكتفنا في كتف بعض، بس للأسف ده ما حصلش، وإحنا دلوقتي بندفع ذنب مش ذنبنا. أعمل اللي أنت شايفه صح يا مروان، مش أنا اللي هقول لك أعمل إيه، بس أنت لازم تبقى فاهم إن نادية ضحية مش مجرمة. صدقني يا مروان. هديها وفهميها ان احنا هنقعد هنا على طول. ما تقلقش انا عارفه هتصرف معاها ازاي. اهدى بس. المهم قول ناوي على ايه؟ مش عارف. بكره مقابل مروان هشوف هيعمل ايه. طب ممكن تهدي اللعبه بره؟ احنا مش عايزينهم يسحبوا الاعتماد المالي بتاعنا. اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ ما حدش مقدر لنا فيه. يقدر ايه؟ في حد عاقل في الدنيا يحرق بضاعة في مخازن بخمسين مليون؟ ما انا لو ما كنتش عملت كده كان زماني متعلق الحبل المشنقة. مش عارفة ليه انا قلقانة، حاسة كده الهدوء اللي هما فيه دوت زي الهدوء اللي بيسبق العاصفة، ربنا يستر. على المهم انا بعت رسالة لجيو قلت له عايز اقابلك. رد عليك؟ لا للأسف. طب هتعمل ايه يا محر؟ أرجوكي سيبيني اهدى واقعد افكر. انا دلوقتي خلاص ما عنديش مخ وعندي امل. مقابلة مروان بكره هجيب نتيجة. تفتكر؟ اه ان شاء الله ان شاء الله. صباح الخير. ده من اهله. ربنا يستر. بتعمل ايه؟ هتموتني؟ ما يهمنيش. المهم اني خدت ارى ابوي. شفتك وانت قلبك محروق على ابوك زي ما حركته قلبي. فضل عقد مأمور. محدش يقرب لي، لو حد قرب لي انا هموت نفسي. خدوه. تفتكر ان انت هتفلتي من يدي لو رحت اخر بلاد المسلمين؟